أعضاء المجلس الجماعي لحقوق الأعضاء، السيدات والسادة أعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، السادة أعضاء الهيئة النشيطة في المنطقة، وكذا باقي الحضور الكريم. يأتي هذا اللقاء الإخباري والتشعوري من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لمسلسل إعداد برنامج عمل جماعة حقوق الأعضاء برسم الفترة 2017-2022 بناء على القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجامعات، وبناء على المرسوم 301/16 القاضي بتحديد مسطرات إعداد برنامج عمل الجامعة، حيث أن الجامعات الترابية وفقا لمقتضيات المواد من 72-82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجامعات أصبحت ملزمة بوضع برنامج العمل خلال السنة الأولى من فترتها الانتدابية بناء على منهجية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المجالية والاقتصادية والديموغرافية للجامعة. إن وضع هذا البرنامج يسعى إلى تعزيز شرعية الخيارات الاستراتيجية للجامعة ووضع رؤية شمولية للإشكالات المطروحة والمقاربات التي ينبغي اعتمادها في إطار تدبير معقلة للموارد المادية والبشرية مع ضمان فعالية تنفيذ الإجراءات والمشاريع المبرمجة. من جهة أخرى، فإن برنامج عمل الجامعة الذي تضمنه القانون التنظيمي الجديد للجامعات يعوض المخطط الجامعي للتنمية والذي كان في الميثاق الجامعي المعدل والذي تكلفت وزارة الداخلية بتمويل إعداده وتعيينه بتعاون وشراكة مع عدد من الأطراف، وكانت التنمية الاجتماعية الدريس مكتب الدراسات IRP ديفلوبمون والكثير من تلك المخططات لم تكن واقعية، لذلك لم تتجاوز نسبة تنفيذها في بعض الجامعات 10-15% بسبب عدم وجود الموارد المالية الكافية وغياب الانتقائية في عمل هذه القطاعات، مما طرح معه مشكل الحكامة المطلوبة خلال إجراءات وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع، وكذلك لعدم انخراط العديد من المصالح الخارجية في تنفيذ التزاماتها المالية المبرمجة بالمخططات. ومع ذلك فتجربة المخططات الجماعية كانت درسا جيدا وإيجابيا للجامعات وحققت عدة أهداف، كان أبرزها ترسيخ ثقافة جديدة في التسيير الجماعي قائمة على منهجية تخطيط استراتيجي تشاركي والعمل بالأهداف والتدابير المبني على النتائج والانتقاء من التدبير الجماعي الخدماتي إلى التدبير المقاولاتي للجامعة. واليوم وتفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالجامعات، فإن المطلوب هو إعداد برنامج عمل جديد لمدة 6 سنوات وفقا لتوجهات برنامج التنمية الجهوية والإقليمية وفي احترام للمنهج التشاركي مع استحضار مقاربة النور، والذي من خلال هذه الورشة سنعلن عن بداية مسلسل مراحله انطلاقا من هذا الاجتماع. التواصل الأول على أن تأتي ورشات أخرى للتشاور الموسع مع كافة الفاعلين، مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة وخبرة الجامعة التي تمت مراكمتها من خلال مخطط الجماعي للتنمية واستثمار المعطيات والمعلومات المتوفرة بحوزتها بهذا الخصوص. وفي الختام أتمنى التوفيق للجميع وشكرا.